Allahumma salli wa sallim daiman abad ala habibika khairal khalqi kullihim min ya akramal khalqi ma liman anudhu bi sewaka inda hulul hadis al amami ya akramal ya khalqi ma liman anudhu bi sewaka inda تحولون الحديث الأمامي يا أقرام الخلق ما لمن ألود به سواك عند حلول الحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وليا رسول الله جاءك من كريم تجلى باسم من تبيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان من جودك الدنيا وبركاتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تحسدي من زلة علوم ان الكبائر في الاخرين كالقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا الا رحمه ربي حين يبتسمها تحسين لا حسب العصيان في الاسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي خير مرواك سل لديك واجعل حسابي خير من غريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والدخل عبدك في الدارين ان له صبرا متى تنهو اول يا هزيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صعود صلاة من صدى إمة على النبي بمهل ومسجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والال والصحب ثم السامعين لهم والال والصحب ثم السامعين لهم والال والصحب ثم السامعين لهم اهل التقى والعلم والكرم والال والصحب ثم السامعين لهم والال والصحب ثم السامعين لهم والال والصحب ثم السامعين لهم اهل التقى والتوبة والعلم والكرم والال والصحب ثم السامعين لهم اهل التقى والتوبة والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنا عذاب البنين حسن واطراب العيسى بل العيسى بالنظام مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان مولانا وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى 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 بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا وسيم الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا وسيم الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا وسيم الكرم مولانا صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جميعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في حدود الله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخير كلهم أبياتها قد غدت ستين ما مئات فرج بها كربنا يا وسيم الكرم أبياتها قد غدت سبعين ما مئات نوّر بها بيتنا نوّر بها قلبنا بسر بها رزقنا ارحم بها جمعنا اشفي بها مرضانا ابصر بها حالنا اسمع بها قالنا يسر بها امرنا ارحم بها جمعنا اغفر بها موتنا اغفر بها موتنا اغفر بها موتنا سل بها شيخنا يا وسيم الكرم مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك في الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.